السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فتكلمنا في المحاضرة السابقة عن شخصية اتفق أهل السنة والجماعة على أنها أعظم شخصية بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهي شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بعد هذا يبدأ حديثنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني الراشد رضي الله عنه، واستلم الخلافة بعد موت أبي بكر الصديق في السنة 13 من الهجرة، واستمرت خلافته مدة 10 سنوات إلى 23 عندما استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا هو الخليفة الثاني للمسلمين بعد أبي بكر الصديق، وأوصى أبو بكر أن يكون عمر الخليفة، ولم يكن خليفة بنص أبي بكر، ننتبه لهذا، أبو بكر لم يجعل عمر الخليفة ولكن نص عليه بايع عمر، ولم يكن خليفة إلا بعد بيعة الناس له. يعني إذن أبو بكر أوصى أن يبايع عمر وما صار خليفة حتى بايعه الناس، فليس مثل الآن مثلا ولي العهد خلاص هو ولي العهد بمجرد أن يتوفى الأمير ولي العهد يملك، يتوفى الملك ولي العهد يملك، يتوفى السلطان ولي العهد يمسك مكانه، لا لم يكن كذلك، وإنما لما جاءه المرض قال أوصيكم بعمر أن يكون خليفة بعدي، لكن ما صار خليفة إلا بمبايعة الناس له لا بتنصيب أبي بكر له، لأنه لما نصبه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. عمر بن الخطاب بن نفيل بن رياح العدوي القرشي أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في كعب اللؤي، لأنه قرشي عمر بن الخطاب والأئمة من قريش، وأيضا النبي صاهر عمر رضي الله عنه بزواجه بحفصة بنت عمر، ومعلوم أن الخلفاء الأربعة كلهم صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج بنت أبي بكر عائشة وبنت عمر حفصة، وزوج عثمان ابنتيه رقية ثم أم كلثوم، وزوج عليا ابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الأربعة لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم قوية جدا. عمر أزواجه تزوج زينب بنت مضعون ومليكة بنت جرول وعاتكة بنت زيد وأم حكيم بنت الحارث وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وجميلة بنت عاصم وقريبة بنت أبي أمية، هؤلاء زوجات عمر رضي الله عنه. أما أولاده فمن الذكور زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأصغر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأكبر وعبيد الله وعياض، هؤلاء أولاد عمر رضي الله عنه الذكور. وأما أولاده الإناث فحفصة ورقية وزينب وفاطمة، هؤلاء أولاد عمر الإناث رضي الله عنهم أجمعين. سبب إسلام عمر مشهورة، قصة مشهورة جدا في سبب إسلامه، وهو أنه قيل له إن أختك دخلت في دين الله وهي في البيت، هي وزوجها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، ويعلمهم القرآن خباب بن الأرت، فدخل عليهم وضرب زوجها وضرب أخته، ثم قالت له إنك امرؤ نجس، لما أراد أن يقرأ الذي بيدها فقالت اغتسل، فذهب واغتسل ثم أعطته إياه فقرأ فأسلم أو دخل الإيمان في قلبه. هذه قصة مشهورة جدا بين الناس ولكنها ضعيفة السند، ولا يصح شيء في إسلام عمر، يعني أقصد سبب إسلام عمر هو أسلم قطعا، لكن سبب إسلامه لم يصح في شيء إلا هذه الرواية، وهي ضعيفة من حيث الإسناد وضعيفة منكرة من حيث المتن أيضا. والتي أصح منها رواية سعيد بن جبير أن عمر سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة وهو خلف الكعبة، والنبي عند الكعبة يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله إنه لشاعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقال عمر في نفسه إنه كاهن، فقال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، قال عمر إذن هو الحق.
فانتظر النبي حتى انتهى من صلاته فجاء وأسلم. وهذه أقرب من حيث المتن ومن حيث الإسناد، هي أقرب إلى الصحة في قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حسن أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام الذي هو أبو جهل معروف عمرو بن هشام، أو بعمر بن الخطاب. أخرجه الترمذي. ومن هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا فقبل الله دعاءه، وفعلا أعز الإسلام بعمر كما قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. لأن عمر وحمزة رضي الله عنهما لما أسلما جهرا بالإسلام وصار يعلنان ذلك أمام قريش، مع أن إسلام عمر متأخر جدا، يعني إسلام عمر في السنة السادسة من البعثة، يعني متأخر جدا، يعني بين عمر بين أبي بكر 6 سنوات في الإسلام، وكذلك علي وكذلك طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد، كل هؤلاء أسلموا قبل عمر 6 سنوات تقريبا. فعمر أسلم في السنة السادسة من الهجرة، ولما أسلم عمر يعني كان ترتيبه 42، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله 6 سنوات ما أسلم معه إلا 40 رجل واحدة عشرة امرأة فقط، هؤلاء الذين أسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول 6 سنوات من الدعوة. فالإنسان لا يهتم كثيرا إذا دعا إلى الله وأدى الذي عليه، لا يهتم كثيرا أن الناس استجابوا أو لم يستجيبوا، لأن هذا الأمر ليس إلينا، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب القلوب كيف شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. على كل حال أسلم عمر في السنة السادسة من الهجرة من البعثة عفوا، ثم بعد ذلك هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن النبي بالهجرة بدأوا يهاجرون، فهاجر عمر مع من هاجر. والقصة المشهورة عند الناس أن عمر رضي الله عنه لما أراد الهجرة أنه وقف أمام يعني جمع من قريش وقال لهم: من أراد أن يرمل زوجته أو يثكل أمه أو تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، أنا خارج. يعني أنه جهر بالهجرة، هذا كذب لم يثبت عن عمر، وإنما هاجر خفية كما هاجر غيره رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أن عمر هاجر ومعه 20 مهاجرا ومهاجرة سرا كما هاجر غيرهم رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، وكانت هجرتهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل عمر رضي الله عنه فقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. أخرجه البخاري. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له يوما: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وأخرجه البخاري، يعني طريقا غير طريقك. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: لعمر. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا متفق عليه. فضل عمر، يعني الأحاديث الواردة في فضله كثيرة جدا، ليست كمثل أحاديث أبي بكر الصديق، لأن قلنا أن أحاديث أبي بكر الصديق أو فضائل أبي بكر الصديق جلها خصائص، يعني لا يشاركها فيها لا يشاركه فيها غيره رضي الله عنه. أما عمر ففضائل كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس يتكلم عن ملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن علي رضي الله عنه. يقول ابن عباس: وضع عمر على سريره، أي بعد أن طعنه أبو اللؤلؤ المجوسي، قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعونه ويصلون قبل أن يرفع، يعني يدعون له قبل أن يرفع. قال: وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، يعني وضع يده على كتفي، فإذا علي، قال: فترحم على عمر وقال: ما خلفته، يخاطب عمر، وما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، يقول لي عمر. ثم قال علي رضي الله: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا علي يقول الكلام،
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يدل على أن عمر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث بهذا علي رضي الله عنه، هذا متفق عليه. اشتهر عمر بالملهم، يعني إلهام من الله تبارك وتعالى. قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني لو جعلنا المقام بيننا وبين الكعبة، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فنزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تعلموا أنتم فيها قراءتان، واتخذوا واتخذوا بالماضي. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قال: فنزلت آية الحجاب. وأما الثالثة فيقول: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيحات تائبات وأبكارا. فيقول يعني وافقت ربي في هذه الثلاث، وهذا الحديث متفق عليه. عمر بن الخطاب كما قلنا حكم 10 سنوات، وقدم له أبو بكر الخلافة على صفيحة من ذهب، يعني هدأت الأمور واستقرت أحوال الناس وكذا، فجاء عمر ليؤسس الدولة رضي الله عنه وأرضاه. وإذا قالوا إنه أول من وضع التقويم الإسلامي، عمر أول من وضع التقويم الهجري، وجمع الصحابة فقال: متى يعني تبدأ هذه السنة؟ طبعا ليس هو وضع الأشهر الهجرية، الأشهر الهجرية قديمة، يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، يعني قديمة، لكن القصد أنه تأريخ بها. فعمر قال: ما تقولون؟ فبعضهم قال منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال منذ هجرة النبي، وهذا هو الذي أشار به علي رضي الله عنه، قال منذ هاجر النبي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فاختاره عمر، وفعلا صار التوقيت الهجري أو التقويم الهجري منذ مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبعضهم يقول النبي هاجر في ربيع أول، فكيف يعني صار محرم هو شهر واحد؟ لا، محرم شهر واحد من زمان، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ خلق الله السماوات والأرض محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان، قديم هذه الأشهر ليست جديدة. وكانت العرب تتلاعب، إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يتلعبون بالأشهر، يؤخرون هذا ويقدمون هذا. فالأشهر ليست حديثة، أشهر قديمة جدا، وسمتها العرب من قديم وغير العرب. فالقصد إذن أنه لم تؤسس هذه الأشهر، وإنما صار التقويم بها باعتماد محرم شوال، إنها السنة واحد سنة أولى، بس السنة الأولى بدأ العد من محرم. فليس المقصود أنه الأشهر استحدثت، وإنما بدأ الحساب يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قلنا أنه أشار بذلك علي. كذلك في عهد عمر تمت توسيعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنه وسع أكثر من مرة، ما زال يوسع إلى اليوم. ففي عهد عمر، في عهد أبي بكر ظل كما هو، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عهد عمر كثر الناس، فاحتاج إلى توسيعة المسجد النبوي، واحتاج إلى توسيعة المسجد الحرام. في عهد عثمان أكثر وسع للمسجد النبوي والمسجد الحرام، وبعد ذلك صار كل ما جاء يعني خليفة بعد يعني فترة يأتي خليفة يوسع أكثر يوسع أكثر، كما ترونه اليوم. وما زال الأمر يعني قائما، يعني بين فترة وأخرى يوسع المسجد. حقيقة يعني هناك يعني مواقف في حياة عمر رضي الله عنه، قصته مع النار التي رآها من بعيد هو وأسلم خادمه، وأنه انطلق مع أسلم فرأى نارا من بعيد، فقال لعل هؤلاء يعني ركب قصر بهم الليل، يعني صارت لهم مشكلة ولا كان، نذهب إليهم. وهذا العس الذي كان يفعله عمر،
يمشي بالليل يشوف الناس محتاجة حد شيء كذا في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. فلما اقتربوا من النار هذه التي يرونها من بعيد فإذا امرأة معها صبية فسلم عليهم عمر قال السلام عليكم يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل النار. صحيح؟ ها؟ أصح ها؟ أي نعم. هذا واحد يبي عزم ناس فقال لهم يعني شبة النار وناستها خاصة بشتة وهذا يشوفهم يحبون شبة النار ولا لا، فقال لهم كانكم من أهل النار نذهب نشب كذا، قال لا إن شاء الله إحنا من أهل الجنة ما إحنا من أهل النار. يعني اختر الكلام الصحيح يتكلم به. فعمر رضي الله لم يقل لهم السلام عليكم يا أهل النار، وإنما قال السلام عليكم يا أهل الضوء. ثم قال أأدنو اقترب، لأن امرأة معها أولادها، فقالت إن كان عندك خير أدنو وإن لم يكن عندك خير فارج، يعني لا تدنو لا تقترب، عندك خير تعال. فاقترب عمر رضي الله فسألهم عن حالهم، فقالت الصبية وشابي النار نطبخ. قال ماذا في القدر؟ قالت ماء. يعني مو قاعد تطبخين شيء، ماذا تطبخين؟ قالت ماء. وعللهم به حتى يناموا، يعني يتوهمون أن في أكل حتى يغلبهم النوم وينامون، ما في أكل ما عندي شيء. الله بيننا وبين عمر، تقول له الله بيننا وبين عمر الخليفة. فقال وما يدريه عنكم، يعني ما ذهبت انت إلى عمر وطلبت منه منعك؟ قالت وما يدريه عنكم. قالت يتأمر علينا ثم يخفى عليه أمرنا؟ كان يجب عليه أن يخرج ويشوف الناس وكذا، هو خرج على الناس لكن هي لا تدري. فقال عمر لأسلم قم بنا، فذهب إلى بيت المال الموجود، لأنه أوضع أول من وضع بيت المال أيضا عمر، فحمل الدقيق على كتفه وقال له أسلم أحمل عنك؟ قال لن تحمل عني وزري يوم القيامة. ثم ذهب إلى المرأة وبدأ يضع الدقيق، طيب، والمرأة تخبز وعمر يضعها في القدر وكذا حتى أنضج لهم الطعام رضي الله عنه، حتى يقول أسلم حتى رأيت الدخان يخرج من لحية عمر رضي الله عنه. ثم أعطت الأولاد وأكلوا ولعبوا بعد ذلك وناموا. طيب، فهي تقول لي عمر وهم يأكلون أولادها، تقول لي والله أنت أحق بالخلافة من عمر، تقول المفروض أنت اللي تصير خليفة مو عمر. فقال هوني عليك يا أمة الله. فانطلق عمر رضي الله عنه وجلس بعيدا ينتظر حتى ينتهوا من الطعام. فلما انتهوا من الطعام وراهم يلعبون، يعني خلاص شبعوا، ذهب انطلق رحمه الله تبارك الله ورضي عنه. وكذلك من القصص التي ذكرت عن عمر رضي الله عنه أنه أيضا خرج ليلا أيضا مع أسلم، فسمع صوت امرأة تصيح، فاقترب عمر من البيت، بيت شعر، فاقترب عمر من البيت قال السلام عليكم ما لك؟ يعني شو تصيحين عسى ما شر. قالت امرأة عربية أنا أطلق الآن وليس عندي شيء. فقال عمر لأسلم انطلق معي. فذهب مع أسلم إلى أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجة عمر، فقال هل لك من الأجر؟ تبين أجر؟ قالت نعم يا أمير المؤمنين. قالت امرأة تطلق وليس عندها أحد، قومي إليها ساعديها. فخرجت مع عمر وأخذ معه بعض الطعام وذهب إليها، فوجد زوجها قد جاء، فقال زوجتي تريد أن تساعدها في الولادة، فدخلت عليها وجلس عمر مع الرجل يهدئه ويسلف معه وكذا حتى تنتهي الولادة. فلما ولدت المرأة صاحت أم كلثوم قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. قال أنت أمير المؤمنين؟ من الأعراب من أهل البادية بيت شعر. قال أنت أمير المؤمنين؟ قال هون عليك هون عليك، نعم أنا أمير المؤمنين، وبارك له في ولده وقال أيتنا من الغد حتى نصرف لك يعني مالا لك ولدك وزوجك رضي الله عنه وأرضاه. أهم الأحداث التي وقعت في خلافة عمر رضي الله عنه مع الفتوحات، صحيح أعظم الفتوحات كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن أيضا عهد عمر كانت فيه فتوحات عظيمة جدا، يعني أهمها معركة القادسية لما عزم عمر على خوض المعركة بنفسه رضي الله عنه، فامتنع منه الصحابة رضي خاصة علي وعبد الرحمن بن عوف، منعوه قال لا أنت رد الإسلام ما يصير الخليفة يذهب إلى القتال. طيب
وقالوا من نرسل؟ فقالوا الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. وفعلا أرسل سعد بن أبي وقاص إلى هذه المعركة، وكان قائد الفرس اللي هو رستم. وقصته مع ربعي بن عامر تعرفونها جميعا إن شاء الله تعالى، والذي يريد أن يراجعها يراجع حتى لا أطيل عليكم في هذا الموضوع. وكذلك موقعة أجنادين في عهد عمر سنة 15 من الهجرة مع الأرطبون من روم وعمر بن العاص وخدعته له. فتح بيت المقدس كان أيضا في عهد عمر رضي الله عنه في السنة 16 من الهجرة، وذهاب عمر بنفسه ليفتح بيت المقدس ويدخل الباب رضي الله عنه. وكذلك فتح تستر، والتي فيها لما اجتمع الناس على البراء بن مالك قالوا أقسم على الله أن ينصرنا، وكانت معركة عظيمة جدا للمسلمين مع الفرس، ونصرهم الله تبارك وتعالى، وأقسم البراء بن مالك أن ينصرهم الله تبارك وتعالى فانتصروا، وكان هو من الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه المعركة يقولون أن الصحابة ما صلوا الفجر إلا بعد طلوع الشمس لاشتداد القتال. هذه مسألة فقهية، إذا اشتد القتال كيف يصلون؟ لأن بدأ القتال من آخر الليل واستمر إلى طلوع الشمس. فبعض قول الله تبارك فرجاء وركبان، حتى ركبان ما كان عندهم وقت. فبعض أهل العلم كما نقل عن إسحاق بن راهويه، إسحاق الحنظلي بن إبراهيم، أنه قال الصلاة تكفي، سبحان الله والحمد لله ولا إله، وهو يقاتل هذه الصلاة تكفي. وبعضهم قال لا، تؤدى، لابد تؤدى. وهو المشهور عن أنس بن مالك أنه قال صلينا بعد طلوع الشمس، حتى إنه قال والله لا، ركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر، إلى هذه الدرجة. لكن القصد أنه فتح التستر في عهد عمر رضي الله عنه، وكان أيضا عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه سنة 18 من الهجرة، عندما قطع المطر وجاع الناس في عهد عمر رضي الله عنه، سمي عام الرمادة، يعني الأرض صار لونها رمادي، ما في خضرة، ما في زراعة، ما في شيء. وفي سنة 21 من الهجرة كانت معركة نهاوند، وهي المعارك الحاسمة مع الفرس، وإلى أن توفي عمر رضي الله عنه في سنة 23 بعد 10 سنوات قضاها في الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. قتله يصلي الفجر، قتله أبو لؤلؤ المجوسي حيث طعنه في ظهره. وكانت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها تقول ما لي ولصلاة الغداة، يعني فيني مع صلاة الفجر، قتل أبي في صلاة الفجر وقتل زوجي في صلاة الفجر، يعني عمر قتل وهو يصلي الفجر وعلي قتل وهو ذهب لصلاة الفجر. فكانت أم كلثوم تقول ما لي ولصلاة الغداة، يعني صلاة الفجر جاءتني فيها مصيبة، قتل زوجي وقتل أبي رضي الله عنهم أجمعين. فلما أخبر عمر بأن الذي طعنه هو المجوسي أبو لؤلؤة قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل مسلم، سجد لله سجدة يحاجني فيها عند الله تبارك وتعالى. وكان عمر قد سأل الله تبارك وتعالى الشهادة، فقال اللهم إني أسألك الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له من أراد الشهادة خرج إلى الجهاد، قال هكذا سألت الله وأرجو الله أن يجيبني، وأجابه الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أحد يوما هو أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه شهيد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. بقي أن نتكلم عن الشبهات التي أثيرت على عمر رضي الله عنه وأرضاه. اشتهر أن عمر وأد ابنته، يقولون أن أيام الجاهلية طبعا قبل الإسلام، أنه وأد ابنته، ويجعلون هذه طعنا على عمر أنه قاسي القلب، وأنه يعني كيف وأد ابنته وسيكون ممن يقال فيهم وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأن عمر كان جالسا يوما مع أصحابه فبكى ثم ضحك، فاستغربوا قالوا له كيف ضحك مع بكاء؟ فقال كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكله، وهذا سبب ضحكي، يعني عقولنا تافهة جدا، نصنع الإله ثم نأكل الإله، يقول هذا الذي أضحكني. وأما بكائي فلأنه كانت لي ابنة فأردت وأدها
فأخذتها معي وحفرت لها فصارت تنفض التراب على لحيتي فدفنتها حية، يعني ما أشفقت عليها حتى دفنتها حية. فيقولون يعني عمر يعني كيف يفعل هذا؟ أول هذه القصة باطلة لا تصح، وهي من رواية جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب مشهور شيعي كذاب، ومثل هذا لا يؤتمن في الرواية عن عمر وهم يحقدون على عمر بل يكفرونه رضي الله عنه وأرضاه، فلا تغتفر له هذه الرواية، فهي من حيث الإسناد باطلة من رواية جابر بن يزيد الجعفي. هذا أمر. الأمر الثاني، لم يشتهر في أسرة الخطاب ولا في بني عدي أنهم كانوا يؤيدون النساء، بل إن البعض قال وأد النساء في قريش كان نادرا، وإنما في بعض قبائل العرب ولم يكن مشهورا في قريش. وكان سعيد بن زيد يذهب إلى قبائل العرب، سعيد بن زيد ابن عم عمر رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فكان يذهب إلى العرب وإذا أراد وأد سمع أنهم يريدون وأد بنات يذهب يأخذها منهم، يقول أنا أربيها وأنا أتكفل بها فلا تأيدوها. فما اشتهرت قريش بالوأد البنات فضلا عن بني عدي قوم عمر أنهم كانوا يأيدون البنات. الأمر الثاني، عمر رضي الله عنده أربع بنات، وأكبر أولاده حفصة، ولذلك يلقى به يقال له أبو حفص، وحفص ترخيم لحفصة مثل عائش ترخيم لعائشة، فاطم ترخيم لفاطمة، فهو أبو حفص عمر بن الخطاب ما عنده ولد اسمه حفص، عنده بنت اسمها حفصة رضي الله عنها وهي أكبر بناتي، فلو كان يأد كان وأد حفصة رضي الله عنها، لم يأدها، وعنده ثلاث بنات ما وأد واحدة منهن غير حفصة، فهذا كذب على عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك هذه الموؤودة التي يدعونها لم يتحدث عنها أحد من إخوانها، ولا قال عبد الله بن عمر ولا عبيد الله بن عمر ولا عبد الرحمن أولاد عمر اللي ذكرناهم قبل قليل، ولا واحد منهم قال إن عندي أخت وإيدت أبدا، ولا واحدة من بنات عمر قالت لنا أخت وإيدت، فمما يدل على كذب هذه الرواية وأن عمر لم يأيد ابنته رضي الله عنه وأرضاه. ولو قلنا إنه فعل ذلك أيام الجاهلية والكفر الذي كانوا عليه أشد من وأدي البنات، لكنه لم يقع. الأمر الثالث، قالوا إن عمر قال إن رسول الله يهجر، وذلك ما تسمى برزية الخميس، رزية الخميس، وأن عمر زعم أن رسول الله يهجر، وهذا كذب على عمر رضي الله عنه، لم يقل عمر أن رسول الله يهجر، وإنما الثالث في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله غلبه الوجع حسبنا كتاب الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتوني بدوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فقال عمر حسبنا كتاب الله إن رسول الله قد بلغه الوجع. وهنا هم يعترضون على عمر، يقولون يعني الرسول يقول عطوني، هو يقول لا، يعني علم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترضون بهذا. وهنا أقول لهم بمثل ما قالوا في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح سهيل بن عمرو في الحديبية أمر، وكان عليا هو الكاتب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ممثل قريش قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب أباك باسمك اللهم. فقال النبي لعلي اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما قاتلناك، شو أنا وقع على كتاب أنك رسول الله؟ لا ما أنا ما قلت أنت مو رسول الله عندي، هو يقول قال لا أكتب اسمك واسم أبيك، لا تكتب رسول الله، أنا ما وقع على هذا الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوها، أمحو كلمة رسول الله، فقال علي لا أمحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدي عليها، أين هي؟ لأن الرسول ما يقرأ صلى الله عليه وسلم، فضع فمسح بيده صلى الله عليه وسلم. نقول هنا هل علي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ألا تصليان، فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها، فخرج النبي يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن لا تجد أحدا من أهل السنة أبدا يطعن في علي رضي الله عنه بهذه أو تلك أبدا.
لكن من باب أنه إذا طعن في عمر في مثل هذا الأمر فقد وقع من علي مثلها رضي الله عنهم أجمعين. فهذا ليس مطعن على عمر عندما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله، أراد راحة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان موجع، كما قال أبو سعيد الخدري لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجع فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كرجلين منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. فالرسول كان يوعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشفق عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولم يكن من باب العناد أو الامتناع من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة يهجر فلم يثبت أبدا أن عمر قالها، بل قال عمر إن رسول الله قد غلبه الوجع، وفرق بين غلبه الوجع، لأن يهجر معناها يهذي، وهذا لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشبه على عمر أنه منع متعة الحج ومتعة النساء، وهذا أيضا كذب على عمر رضي الله عنه بهذه الصيغة أنه منع. أولا عمر ليس بمعصوم عندنا، وإن يعني حكم بحكم وخالفه غيره نقول ليس هو ليس بنبي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما عمر قال أفرد العمرة من الحج ولم يحرمها، ما حرمها، وإنما كان لا يريد أن يعرى البيت، الناس إذا راحوا الحج مع عمره ما يروح يعتمر مرة ثانية خلاص، غير الآن دائما زحام على العمر، سابق لا يختلف الأمر، فكان عمر يقول حجوا مفردين حتى تحتاجون إلى لأجل أن تحتاجوا إلى العمرة، فحجوا مفردين يأمر الناس بهذا من باب الإرشاد وليس من باب التحريم. ولما جاءه الصبي بن معبد فقال له عمر بما أحرمت؟ قال بحج وعمرة، قال عمر هديت إلى السنة، هديت إلى السنة. إذن عمر لم يعارض أن الإنسان يحج حج وعمرة في سفرة واحدة اللي هو قران أو تمتع، وإنما كان يرشد الناس إلى الإفراد حتى يحتاجوا بعد ذلك إلى أداء العمرة لوحدهم. أما متعة النساء وأن عمر حرمها رضي الله عنه وأنهم يروون عنه رواية متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما، هذا كذب على عمر، أو أني أحرمهما، هذا كذب على عمر رضي الله عنه. وإنما عمر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع متعة النساء، وإذا قال والله لا أجد أحدا فعلها إلا جلدته الحد إلا أن يأتيني بشاهدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها. إذا من الذي حرمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تحريم متعة النساء فقد جاءت أحاديث كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله، منهم علي رضي الله عنه وجابر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، كل هؤلاء جاء عنهم أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن سمرة أن النبي حرمها صلى الله عليه وسلم. فإذا عمر لم يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشكر فضيلة الدكتور شيخنا الدكتور عثمان الخميس على ما تفضل به وأجاد، حفظه الله وبارك به. والآن نفتح باب الأسئلة حول الموضوع. أسماء الشهور تقول كانت موجودة بس أسماءها كانت غير. لا ما قلت غير، هي نفسها. شعبان رمضان. أي نعم. نفسها. لكن كانوا يعبثون بها، يقدمون ويؤخرون الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كانت معروفة عند العرب اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، فكانوا يؤخرون بعض الأشهر إذا كانوا يريدون القتال، يقول نأجل رجب أو نقدم رجب حتى نقاتل في الشهر الحرام، فهذا عبثهم مع الأشهر الحرم. نعم. قلنا مو قول عمر، صرنا ساعة نقول مو قول عمر. ما نقل في البخاري. الذي نقل في البخاري أنه قال رجال أهجر وليس قال عمر،
وإنما الذي جاء في البخاري قول عمر صريح، قال إن رسول الله غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. وإنما الذي قال هجر بعض الحاضرين فقال هجر، وإذا اختار حافظ بن حجر أنه قالها على سبيل الإنكار على من منع، قالوا أهجر يعني شنو يهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا أهجر يعني على سبيل الإنكار وليس على سبيل الاستفهام. أي نعم، وإن كان قالها أحدهم على سبيل الاستفهام زين فقوله باطل غير صحيح، ولكن لا يعلم من الذي قال هذا الكلام، وليس يقين أنه ليس عمر، لأن عمر نقل كلامه بالحرف أنه قال، وبالإجماع أن علي كان موجودا رضي الله عنه، وأيضا بالإجماع أن الصحيح أيضا جاءت أنه وقال رجال من أهل البيت كما قال عمر، خاصة إذا قلنا عند الشيعة أن أهل البيت هم علي رضي الله عنه، ما في إلا علي في ذلك الوقت، فأهل البيت علي، إذن علي هو الذي قال مثل ما قال عمر، إذن ينسب أهجر إلى علي رضي الله عنه، هل يجوز هذا؟ نعم، فالقصد أنه لم يثبت أن عمر قال هجر أبدا، والذي قالها قال على سبيل الاستفهام كما رجح ذلك الحافظ بن حجر، وليس على سبيل التقرير. هنا شيخنا الكريم في سؤال، أحد السائلين يسأل هل تصح حديث يا ساغية الجبل؟ مشهورة جدا لكنها إسنادها ضعيف، حديث يا ساغية الجبل مشهورة جدا وينقلها أهل السير بلا تردد، لكن من حيث الإسناد إسنادها ضعيف لا تثبت. نعم لا، أبو بكر الصديق إذا قال أنا أرشح عمر أن يكون خليفة هذا ترشيح، لكن لا يصير خليفة إلا إذا بايعه الناس، فلو قدر أن الناس قالوا لا ما نبايعهم لا يصير خليفة، لأن الأصل في الخلافة أن يبايعه أهل الحل والعقد، أبو بكر ليس أهل الحل والعقد لوحده وإنما جماعة أهل الحل والعقد، فأبو بكر نعم رشح عمر اختار عمر لكن ما صار خليفة حتى بويع. نعم.